بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة عالم رونا. هقدم لكم النهاردة فيديو عن ازاي كيفية انبات العدس البني او العدس بجبة في البيت بمنتهى السهولة وفوائده، وازاي تابعوا معايا الطريقة. ولتنبيت العدس هناك عدة خطوات سهلة. هننقع كمية نص كوب كده مثلا بالمية لمدة 6 ساعات، وبعد كده هنصفيه من المية ونغسله بالماء مرتين باليوم لمدة 48 ساعة. هنلاحظ من بداية اليوم الأول عملية التنبيت ابتدت تظهر زي ما هو في الصورة كده، زي ما انتوا شايفين. يعني بقول افضل وقت واكبر فايدة ان احنا ناكله بعد 48 ساعة كما هو موضح في الصورة اهو، زي ما انتوا شايفين كده. ده افضل وقت ان احنا ناكله واكبر فايدة بيمدنا بيها وجسمنا بيستفيد جامد منه في التوقيت ده. هقولكوا على فوائد العدس المنبت. اهم فوائد العدس المنبت، بيمد الجسم بالطاقة رهيبة. تاني حاجة، غني بالبروتين. تالت حاجة، يقلل من نسبة الدهون الضارة بالجسم. من فوائده برضو ان هو حلو جدا للي عندهم فقر دم، بيسبب ارتفاع نسبة الحديد في الجسم. اللي عندهم امساك، بيعانوا من امساك، مشاكل في الجهاز الهضمي. حلو جدا، فوائده روعة. اللي عندهم مشاكل في تكوين الدم، كل ده الفوائد بتاعت العدس بس المنبت في البيت. انصح لكل حد ان هو يعمله في بيته وياكله، مفيد جدا. تابعوا معايا الفيديو. كمان من المستحسن اكل البراعم في التوقيت ده لعلاج حاجات كتيرة، الامراض الفيروسية، التهاب الرئوي، فقر الدم زي ما قلنا، ونزيف الرحم، ضعف عام في الجسم، نقص في الفيتامينات في الجسم، كل ده بيعالجه. سبحان الله، يعني له فوائد كتير كتير لا تعد ولا تحصى. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. وفي النهاية عايزة أقول لكم يا جماعة، زرعوا، زرعوا حياة، زرعوا كل حاجة في البيت، حلوة جدا وسهلة ومنتهى السهولة. كنت معكم عالم مرونة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.